مفيش فرقه بتلعب كوره جديده بالشكل ده. وحضرتك لو شفت كده فرقتين بالكاميرا البعيده شويه هتلاقيهم بيلعبوا على نص الدايره، على الدايره اللي في النص. ده هو ده اللي لازم الخطوط تبقى قريبه. وبعدين ما حدش يقول الدفاع، الدفاع عنده مشكله. مشكله منتخب مصر مش الدفاع، المجموعه الدفاع او تبدا من منظومه الدفاع. حتى خط الوسط لازم يقابل من بدري. انتوا ليه بتستنوا لعيبه، اي لعيبه بتلعب معانا اي فريق يعني يوصل لغايه ال 18 بتاعتنا؟ طب ما ده خطر. فانا عايز اقول بس ان مش الدفاع بس هو المشكله، لا، المنظومه الدفاعيه لمنتخب مصر فيها مشكله كبيره جدا. انا كمان لاحظت امبارح وانا على قدي خالص يعني في الكوره، بس لاحظت ان احنا الفرقه بتاعتنا قدرتها على اختراق خط ال 18 شديده الضعف. ليه؟ عشان هم كانوا عاملين زحمه وبيلعبوا بهدوء اعصاب ومنظمين جدا وطوال القامه. لكن للاسف من ضمن اللي انت بتقوله ده ان تكتيك مصر بيقوم على الاختراق من العمق باستمرار. يعني مفيش حلول ثانيه. امبارح الحقيقه المنتخب عمل 26 27 تسديده، وده اكبر عدد تسديدات المنتخب عمله في مباراه في كاس الامم، ودي حاجه لا باس بيها يعني. وعمل كرات عرضيه كتير برضه، دي حاجه لا باس بيها. انما الفرقه الثانيه احنا دايما لما بنلعب مع فريق احنا ما بنشوفوش، احنا بنشوف فرقتنا بس. والله ده دور المشجع. المشجع طبيعي يبقى كده، انفعاله يبقى كده. لكن الناقد او المحلل لا، غلط قوي انه يشوف الفرقه بتاعته بس، لازم يشوف الثاني لعب ازاي عشان يقدر يقيم اداء فرقته كمان. صح. يعني ما ينفعش. انا بحب منتخب مصر، وامبارح كنت بقوم وبنط وبصرخ وكل حاجه. بس انا برضو شايف كاب فيردي بيلعب ازاي. طيب تحليلك لتريزيجيه في مباراه امبارح تحديدا يا استاذ حسن؟ لعيب مهم جدا. مش تحليلي انا، اللجنه بتاعت اللي بتدي جوائز احسن لاعب او مان اوف ذا ماتش يعني، بجد مش هزار، زي يعني اللي يجيب جون يبقى هو احسن لاعب. لا، تريزيجيه اخذ الجائزه وهو يستحقها، انه هو احسن مان اوف ذا ماتش بتاع مصر وكاب فيردي. وكمان كان في اثنين ثلاثه نجوم يعني في الفرقه، منهم مصطفى، منهم طبعا امام عاشور، منهم مروان. بس انا ما اقدرش اقول ان الفرقه كلها نجوم، لان احنا لو كنا كلنا فرقتنا كلها نجوم امال يعني طب اللي حصل ده سببه ايه يعني؟ احنا كده هنرجع للسبب الجذري الا وهو الجهاز الفني اللي بيعمل تكتيكات عمليا غير مفيده او تتسبب في هذا الشكل من الاداء. بص يا يوسف، هقول لك حاجه بسيطه جدا عشان بس ايه، انا ممكن اقعد اكلمك في التكتيك ده كتير يعني، بس انا عارف ان الناس عارفه اللي انا هقوله. اذا شفت فريقك بيلعب في مساحه 60 70 متر دي مشكله مدرب. واذا ما كانش الخطوط الثلاثه او اللعيبه كلها قريبه لبعض والخطوط بتاعتنا قريبه لبعضها، يبقى احنا بنلعب كره قديمه وبنستهلك مجهود في مساحات وجري وبنسيب مساحات للخصم يلعب فيها كيفما يشاء. ده مبدئيا. بس في حاجات تانية كتير لازم تتعمل في سياق التكتيك يعني. ما بيتعملش الضغط العالي والاستخلاص السريع والاشتباك والالتحام بقوه وتاخد الكوره من الخصم بتاعك باسرع ما يمكن وتسترد. المسائل دي بتحسب بالثواني واقل يعني. يعني احنا عندنا مشكله في الحكايه دي. اعتقد ان الضغوط كانت كبيره بسبب ماتش موزمبيق الاولاني. ارجو ان احنا في دور ال 16 نستغل نلعب بالتكتيك يعني. التكتيك يليق بمنتخب مصر. وعلى فكره بقى بالمناسبه يعني، أيوة، رغم الكلام اللي انا بقوله ده كله، من واقع اللي انا بشوفه في الماتشات كلها، احنا عندنا لعيبه وعندهم مهارات وفي تمريرات رائعه وفي جهد جبار. ناقص قياده التكتيك، المدرب يكون في محله وفي مكانه. انا برضو مش عايز يعني اطعن في المدرب، انما هو كمان واضح انه كان تحت ضغط كبير. ارجو ان الماتش اللي جاي نلعب بصوره تليق بالمهارات اللي عنده كمان، بمهارات اللعيبه بتاعتنا. يا ريت. لان احنا بعد اللي شفته لا، مصر تقدر
بشيء من التنظيم والتكتيك والروح العاليه طبعا والجري الكتير والحاجات دي كلها، تقرب قوي لكاس الامم الافريقيه. يا رب يا رب. انا بشكرك جدا 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 استاذ حسن كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي.